ولنقاش ملف السودان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية الباحث السياسي محمد الأمين. أهلا بكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. ما طبيعة التفويض الشعبي الذي تحدث عنه نائب رئيس المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط؟ اهلا وسهلا. نعم، هو لم ياخذ التفويض الشعبي، ولكن هو يبحث عن التفويض الشعبي. يعني الان الزيارات التي يقوم بها في مدن السودان المختلفه، وبالامس قام بزياره الى منطقه قري، فهي لاول مره يقوم المجلس العسكري او عضو من المجلس العسكري بمخاطبه جماهيريه. فيبدو ان المخاطبه الجماهيريه هذه الهدف منها هي كسب الراي العام، وخاصه ال 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 يعني زعماء العشائر. كما نعلم ان حمدان حمدتي هو يعني النظام الذي يقوم به يعني حكومته هو نظام قبلي، فلذلك هو يعني يؤول الكثير على هذه المكونات لكي تدعمه في المراحل السابقه. نعم. وفقا للمجلس فان فض الاعتصام كان فخا نصب لقوات الدعم السريع، ما مدى صحه ذلك؟ هو يعني صحه ذلك هي يعني صعب اثباتها. هو قال يعني حمدان دقلو قال ان هذا يعني هذا الامر هو فخ نصب لجماعته، يعني ان الذين قاموا بهذه العمليه هم ليسوا يعني يتبعون لقواته، وانما كانوا يرتدون الزي الذي نعم يعني يرتدون، هو ليس الجيش بالمعنى، ولكن القوات التي تتبع له، يعني هي قوات الدعم السريع. ولكن القول الاخر من القول الرسمي من المجلس العسكري ان الهدف هو ليس فض الاعتصام، وانما هو يعني فض منطقه كولومبيا، وهي منطقه يعني قريبه من ساحه الاعتصام، ويقولون كان بها يعني مظاهر سالبه، فتم الاتفاق مع جميع الاطراف حتى مع النيابه العامه على فض هذه المنطقه، ولكن حدثت مخالفات بين الضباط الذين وكلت لهم هذه المهمه، وقاموا بفض الاعتصام. ولكن يعني هو كما يقول حمدتي بان يعني جميع الاعلام يركز على ان من قام بفض الاعتصام هو يعني جماعته، ولكنه يقول هذه ليست جماعته، وانما هي يعني الاتفاق كامل بين يعني مكونات المجلس العسكري. نعم. بالمقابل النائب العام السوداني نفى تصريح المجلس العسكري بشأن مشاركته في قرار فض الاعتصام، هل يعتبر هذا إذانا لأزمة مرتقبة بين المجلس العسكري والقضاء السوداني؟ ربما، لأن هو قال بأن يعني دعي فعلا إلى الاجتماع، وكان الهدف من الاجتماع او كما قال اثناء وجوده في الاجتماع كان الاتفاق على فض يعني منطقه كولومبيا، وتم اخذ الاجراءات القانونيه اللازمه لفض هذه المنطقه. وعندما ذهب يعني اعضاء النيابه العامه الى تلك المنطقه، وقامت الافراد اي قام افراد العسكر بالانحراف عن الهدف الاساسي هو فض الاعتصام، فانسحبت هذه انسحب اعضاء النيابه العامه من هذه المهمه. ولكن بعد ان فض الاعتصام المجلس العسكري قال ان كل هذه العمل التي تمت باتفاق مع النيابه العامه، فهو يقول انه اذا ما هدد او اجبر على الاعتراف بانه كان يعني موافق على هذا الامر فانه سيقدم استقالته. فنعم، هذا الامر ربما يؤدي الى خلاف يعني بين الطرفين، ولكن من الملاحظ ان حتى الان يعني النيابه العامه هي تجري عملها يعني طبيعي، يعني كما راينا اليوم تم استجواب الرئيس السابق، فكذا يعني الامر حتى الان طبيعي، يعني لم تحصل اي خلافات ظاهره. نعم. ما هي الاوراق التي تملكها المعارضه لامكانيه الوصول الى حل او حتى الالتحاق ببدايه الانتقال السياسي المنشود؟ سئل اليوم، كنت يعني
في بعض القنوات سئل احد اعضاء المعارضه هذا السؤال، وقال بان يعني الشيء الوحيد الذي تؤول عليه المعارضه هو الشارع، ولديها اوراق ضغط، فاوراق الضغط من ضمنها هو الاضراب الشامل والخروج الى الشارع، ولكن هي في الفتره الحاليه راينا انها كثيرا تؤول على الوساطات الخارجيه، ولكن يبدو ان الوساطات الخارجيه هي لا تحل المشكله، يعني وانما تؤقتها اكثر او يعني تؤجلها اكثر، كما نلاحظ ان يعني قبل ايام كان هناك وساطه اثيوبيه فلم تنتهي هذه المهمه هذه الوساطه حتى جاءت الوساطه الامريكيه، ثم اليوم اتى رئيس الجامعه العربيه، يعني هناك عدد من الاطراف التي تتدخل في نفس اللحظه، فهذا الامر يعقد اكثر، يعني لا يحل المساله اكثر، ولكن الكره حتى الان هي في ملعب المجلس العسكري، يعني هو الذي بيده السلطه وهو الذي يتحكم، فلذلك على الحريه والتغيير او على المعارضه من الافضل المفاوضه او الوصول الى نقطه يعني تفاوض يعني اتفاق من خلال المفاوضات خير من اللجوء الى طرق اخرى. محمد الامين الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه، شكرا جزيلا لك.